بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلابي الأعزاء، أرحب بكم جميعا في شرح مساق الإرشاد النفسي Psychological Counseling. وفي هذه المحاضرة سنتناول Chapter 9 Part 2. عناصر الدرس في هذه المحاضرة التي سنتناولها Learning Outcomes. هنشوف مع بعض إيش بدنا نشرح. النقطة الأولى التي سنتناولها Social History and Cultural Dynamics، بمعنى كيف سنستخلص المعلومات الاجتماعية عن العميل وعن بيئته التي حوله، حيث ستفيدنا في وضع العلاج والإرشاد المناسب له. النقطة الثانية Health History and Behavior، سنستخلص من المريض المعلومات المتعلقة بعاداته الصحية والأمراض التي يعاني منها إذا ما كان مثلا مدمن عقاقير أو لديه أي شيء آخر. النقطة الثالثة من محاور شرح هذا الدرس هي Client Resources، وسنتناول فيها معرفة نقاط القوة والضعف لدى العميل ومقدرته على التعامل وحل المشاكل وأسلوبه في حل مشاكله. حتى نحزم المعلومات نذكركم بما تم شرحه في المحاضرة السابقة. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الـ Formal Diagnostic Assessment، التقييم التشخيصي الرسمي للمريض، وتكلمنا عن الـ Interview Format، وعرفنا كيف يتم تنسيق المقابلة وما هي الأسئلة الضرورية في المقابلة. تكلمنا أيضا ومع بعض عملنا فوكس على Presenting Problem and Context، عرض المشكلة والسياق، وتعرفنا على الأسئلة الأساسية الهامة في هذا الموضوع التي يدور عليها محور الحديث، مثل ما هي مخاوف المريض التي جلبته إليك في هذا اليوم. لأنه احنا اتفقنا سابقا انه الكاونسلينج يعمل على المشكلة الموجودة في حياة الشخص الآن، ليش أجالك. وعرفنا كمان من ضمن الأسئلة انه why now، ليش جيت في هذا اليوم، ليش في هذه اللحظة، ايش اللي تفاقم معك. Has it happened before، هل المشكلة هذه كمان بدنا نعرف انه هي مرة واحدة وانت جاي فيها ولا تكررت في حياتك، وإيش تأثيرها في حياتك. وعرفنا الـ type of questions، عرفنا الـ open questions والـ closed questions، وعرفنا حاجات تانية، وفضلنا إنه نستخدم الـ open questions، والمريض هو الذي يسرد بذاته ما يحب بأسلوبه الخاص. اتكلمنا على الـ mental status، وإيش اللي هي التوجهات الأساسية إلنا في الأسئلة، إنه how do you feel now، كيف مشاعر المريض الآن، و how is your mood affected، إيش اللي أثر عليك وخلى مزاجك بهذا الشكل وبهذه الحدة وبهذا الغضب. وعرفنا إذا كان عنده تجارب غير عادية، وسألنا do you think that life is not worth living، عشان نشوف منظوره للحياة، ايش كيف شايف للدنيا معك، ايش والله الدنيا سودة وكذا ومش عارف ايش، نفهم منه توجهاته. اتكلمنا كمان في الـ Developmental History and Dynamics، تاريخ التنموي وتغيراته وديناميكياته، بأن سألنا كانت من ضمن الأسئلة انه How would you describe yourself as a person؟
كيف تصف نفسك كشخص عشان نشوف إيش منظوره لذاته. هذا تذكير بما سبق، وسنستمر في شرح هذا الدرس وندخل على اللي هو السوشيال هيستوري اند كالتشرال داينامكس. So to do diagnostic assessment, we should know about social history and cultural dynamics of the client. علشان نعمل تقييم سليم وصحيح لازم نعرف التاريخ الاجتماعي كيف تشكل وتكون والحضارة التي يتبعها والعادات والتقاليد بتاعت الناس اللي حواليه، لأنه هي محرك أساسي. أثناء إجراء المقابلة لازم يكون عندنا basic questions، يكون عندنا في أسئلة رئيسية موضوعة في ذهننا، ألا وهي What is your current living situation؟ إنك تسأل الكلاينت إيش وضعك المعيشي الآن، كيف عايش، إيش مع مين عايش. يبدأ هو يحكي بأسلوبه الخاص ونحن نستمع وندون عن وضعه المعيشي وكيف بعيش ومين اللي هم الأشخاص اللي بأثروا فيه وبتأثر فيهم وبأثر فيهم. كمان لازم نسأله What is your ethnic background؟ نتعرف على اللي هي الخلفية اللي هي الخلفية العرقية للكلاينت. وأذكركم الإثنيك باك جراوند، الإثنيك اللي هي إيش؟ The fact or state of belonging to a social group that has cultural traditions. يعني العرقية هي إنه شخص يعيش في من خلال مجموعة اجتماعية ومجتمعه، وهدول لهم المجتمع cultural tradition، لهم يعني عادات وتقاليد وعرف يحكمهم، وهو طبعا يتشرب هذه العادات والتقاليد وهي قوانين تسري عليه. لذلك لازم نكون عارفين الأشياء هذه عشان نعرف خلفيته الاجتماعية وتغيراتها. وبده يكون عندنا detailed inquiry، يعني بدنا نحاول نعرف بتفصيل وتحقيق وتعمق الأشياء اللي هي إيش متعلقة بهذا الجانب. نعرف illicit job or military، نعرف legal problems، يعني نعرف إيش كيف تشكلت وإيش أثرها في العادات والتقاليد، ونستنبط منها في نفس الوقت ونستكشف إيش تفسير لسلوكياته. legal problems اللي هي المشاكل القانونية، هل لديه مشاكل قانونية سواء مجتمعية أو في عنده عليه قضايا عليه أي حاجة، لأنه هذه كلها مؤثرات تؤثر في سلوكه وفي تفسير سلوكه. السوشيال سبورت سيستم، وهذه مهمة جدا أنه نعرف نظام الدعم الاجتماعي، لأنه إذا كان هناك مثلا نظام الضمان الاجتماعي يعني فذلك يعني الحضن الدافئ للكلاينت. إذا متوفر نظام الدعم في حضن دافئ واحتضان للكلاينت، في اللي هو النيدز تاعته متوفرة، أغلبها النيدز متوفرة، فبنحطها في الحسبان هذه إنه متوفرة احتياجاته، وهذا إشي هام. كمثال عشان توضح، مريض جاي وهذا رجل متقاعد وعنده مشكلة معينة، فصار ضروري نعرف نظام الدعم الاجتماعي لهذا المريض، لو السوشيال سبورت سيستم، هل بياخد معاش، هل هناك راتب، هل الشؤون مثلا مدياله طلبات وصلاه بعد مبالغ هذا السن
طب هل بلاش من جهة الدولة، من جهة أولاده، هناك احتضان ومدينه ووصل له ولا لا؟ الريس والإيج والجندر اللي هو طبعا يعني الجندر عارفين اللي هو النوع الاجتماعي والعمر، هذه الأشياء بدنا نعرفها عنه برضو. طيب إيش بالنسبة ل الريليجن، السيكشوال اورينتيشن، ما منظوره للناحية الجنسية واطلاعه على النواحي الجنسية، يعني معرفته، عنده ثقافة جنسية ولا ما عندوش، يعني يعرف عن هذه الأشياء، لأنه قد تكون هناك مشاكل كبيرة نابعة من اللي هو ما عندوش الثقافة الجنسية والاطلاع. وطبعا هذا بيؤدي انه سوء فهم ومس اندرستاندينج بيؤدي لمشاكل. طيب الريليجن لازم نكون عارف، نعرف يعني عنه، هل هو شخص متدين متعصب، يؤمن بالدين لا يؤمن بالدين؟ ليش؟ لانه الدين طبعا يعتبر، بدك تشوف المدخل له، راجل ماخذ مثلا توجه ديني ومتشدد دينيا، وانت بتتكلم له في حاجات علمانية هو بينظر لك على طول، بينفر منك. لازم تعرف منظوره من جهة الدين، ايش فكرته وايش منظوره وايش تأثير الدين فيه ومدى التزامه بالدين. اللانجوج طبعا اللغة، يعني مثلا اللغات بعرفها، ايش اللغة اللي بدك تفهم معاه فيها، برضو هذه إلها نوع من التأثير. الديتري انفلونسز اللي هي التأثيرات يعني الغذائية، ايش بحب مثلا، شيء بتعبه، شيء بياكله، شيء بياكلوش، كل هذه الاشياء هامة عشان نعرف بعض المعلومات عنه. الليفل اوف education برضو هذه كلها تتبع المستوى التعليمي والثقافي المقصود برضو، اللي هو ايش بأثر في اللي هو السوشيال هيستوري والكالتشرال دايناميك، او التاريخ الاجتماعي والديناميكي يتأثر بالثقافة ومستوى التعليم لدى المريض أو الكلاينت. ومن ضمن الأشياء التي يجب أن نهتم فيها في المقابلة من أجل تحديد المشكلة ومساعدة المريض على حل مشاكله في الاستشارة، اللي هو نركز على health history and behaviors، لو التاريخ الصحي للكلاينت والسلوكيات السابقة تاعته. فهنهتم من ضمن الأسئلة اللي هنهتم فيها، اللي هي الأسئلة الأساسية، إنك هتسأله احكي لي عن صحتك، tell me about your health، و tell me about your health habits، العادات الصحية تبعته. هذه بتفيدنا في ايش؟ لازم احنا من خلال سرده نعرف الحاجات التالية، نعرف نحدد ونستكشف اذا كان عنده في prescriptions، وصفات طبية بيتناولها، لازم نعرف اذا كان عنده substance usage او abuse، substance use او abuse، يعني انه هو يستخدم، اذا كان ما يستخدم مواد تسبب الادمان ومواد مخدرة ويسيء استعمالها، يعني بكثرة يستخدمها بكثرة لدرجة انه بتضره، ولا يستخدمها بقلة، حتى لازم نعرف. كمثال ممكن يكون مثلا من خلال سرده يحكي لك انه هو بعرفش ينام الا ياخذ حبة اسيفال،
او زانكس او حتى ترامال، عارفين انتشار الاترامال منتشر جدا. يجي شخص في مشكلة، هذه الاشياء هامة نعرفها، لانه ممكن جاي في مشكلة وعويصة وبحكي هيك ويتضح انه السبب انه عنده دراج ابيوز او سبستانس ابيوز، انه بيستخدم المواد مخدرة، عنده بياخد حاجات زي هذه، ترامال، زانكس، كوك، ماريجوانا، فاليوم، اسيفال، لارجكتيل، كل الاشياء اللي بتسبب الادمان، وبياخد واحدة منها وهو ما عندوش، فهو تطورت عنده مشاكل وتطور عنده انه بده يحصل عليها ومش عارف كيف. طيب كمان لازم نعرف عن الحالة الصحية للكلاينت، اللي هي الهيلث ستيتس، حالته الصحية، نعرف إذا كان بيعاني من بعض الأمراض، عنده أمراض مزمنة، عنده عاهات، بيعتمد على حدا، أو كان بالعكس بصحة جيدة وما عندوش مشاكل. من ضمن الأشياء اللي لازم نعرفها برضو من الـ Health History and Behaviors اللي هي الـ Health Habits، هل هو يمارس عادات صحية مفيدة تحسن حياته ولا لا؟ يعني هل النظافة الشخصية والنظافة في البيت وفي الأسرة مستواها جيد من خلال سرده لعاداته الصحية من أول ما بصحى لما بنام؟ طب هل الغذاء عنده متنوع؟ ويعني من ضمن العادات الصحية إنه يتناول الإنسان الغذاء المتنوع. طب هل بيمشي؟ في عنده، طب بيلعب رياضة مثلا؟ مسجل في نادي، بمارس هوايات اجتماعية، هذه كلها عادات صحية تعتبر للإنسان، تعمل تفريغ لنفسه وبتزيد الضغط النفسي عنده. بالنسبة للبيهيفير بدنا نشوف برضو السلوكيات اللي عنده، هل عنده سلوكيات اجتماعية جيدة ولا في عنده انتي سوشيال؟ من ضمن السلوكيات الاجتماعية الجيدة انه يكون له علاقات الانسان وتزاور وصلة رحم. طيب السؤال اللي بطرح نفسه، ايش بفيدنا هذا كله لما نجمعه؟ بفيدنا بصراحة، بفيدنا كتير لما نكون عارفين هذه المعلومات. يمكن جاي لك واحد يحكي لك انا بتجيني ساعة المغرب بكون شايف الدنيا سودة في وجهي وزولات وخلص بتحملش، هذا كل العالم عارفاني، المغرب انا بعد المغرب بديش اشوف حدا. ولما انت خدت الهيستوري هذا والبيهيفير، انه هي اجريسيف صار المغرب، طب ايش الهيستوري؟ اثناء الحكي بحكي لك انه انا في حبة والله باخذها للمغرب، ولما باخذهاش خلص بصير انه بجيب لي اياها زيد ولا سين ولا الصيدلي اللي بيبيعني اياها، وانا بكون متوتر يمكن ما يرضاش يبيعني اياها لانها غالية او معيش ثمنها او كذا. اذا انت بتبدأ هنا تستكشف كمرشد ان هذا المسترشد بدي احط في خطتي العلاجية انه احاول افهمه انه التوتر لو بصيبك بسبب انت صار هذا بيعمل ادمان، ممكن اشرح له عن المادة المسببة المخدرة التي سببت هذه الأعراض وهذه المضاعفات، أو ممكن يحكي لك إنه أنا صار لي بحاول أسبوع كنت باخد حبة وبطلت أخدها، بياخد مثلا فاليوم، أسيفال، زانكس، ترامال. من ضمن الأشياء اللي بدك تعملها كمرشد إنه تحكي له الويذدرول سيمبتوم للحاجات هذه، إنه الأعراض الانسحابية للمواد المخدرة والإدمان تعمل هذه المشاكل اللي هي تعمل القلق، الأنكزايتي، حتى بتصير إيش سايكوسوماتيك، إنه النبض بزيد، معادها بصير بشعر كأنه منفخ، كأنه أعصابه فالتة. بتشرح له أنت الأعراض الانسحابية، فهو بيفهم ذاته أكتر وبيفهم إنه هذه الأعراض اللي عليه هي بسبب المادة المخدرة التي انسحبت من جسمه لما بدأ هو يمتنع
وبالتالي بيتفهم ذاته بشكل أكبر، وهذا دورك كمرشد إنك تفهمه وهو يختار الحلول المناسبة إله. ومن هنا بتظهر أهمية جمع المعلومات الأساسية هذه أثناء الجلسات وأثناء المقابلات مع الكلاينت. عليك جمع المعلومات كاملة والاستفادة منها في وضع الخطة العلاجية وفي رفع مستوى وعي الكلاينت عن ذاته، وأن يعرف عن ذاته، ومساعدته في وضع الحلول المناسبة له من واقع شخصيته ومن واقع الكالتشر اللي هو عايش فيه. النقطة الأخيرة في مجال المقابلة لتقييم وضع العميل اللي هي بنركز عليها Focus Client Resources، يعني اللي هو Client Resources اللي هي يعني موارد العميل أو نقاط القوة. بدنا نعرف نقاط القوة والضعف عنه، بدنا نعرف ايش محاولاته اللي بذلها لحل مشكلته، وايش منها نجح وايش منها ما نجحش. فالأسئلة الأساسية رح تكون basic questions، تقول مثلا how have you tried to make things better، و results هل حصلت، يعني أول كيف أنت ايش عملت، ايش حاولت عشان انت تحسن الامور. طب انت حكيت لنا مشكلة، ايش محاولاتك في هذا المجال؟ عملت والله كذا وكذا وكذا. طب ماشي، تحسن الوضع؟ لا والله لسه الامور هيك وهيك وحتى ساءت. ماشي، بنعرف انه ايش اسلوبه في حل هذا السؤال الثاني يكون how do you explain your symptoms، المشكلة الموجودة عندك القائمة حاليا اللي جايين فيها، ايش تفسيرك إلها؟ ليش صارت وليش وصلت لهيك؟ نشوف منظور المريض ايش اللي وصله لهذا الوضع اللي جينا فيه. Third question، لو what is your او my role in your treatment. طيب بدي انا اسألك يا الكلاينت، ايش انت متوقع بدك تعمل، وايش متوقع انا بدك اساعدك بالضبط، لايش بدك اوصلك. السؤال الرابع وهو الأهم، When will things change get better؟ يعني بتسأله أنت كده بالبلدي، أنت بتكون راضي ومبسوط لما يحدث إيش من التغيير؟ ها بدنا نمسك بالضبط إيش اللي جاي يغيره هو، أو من منظورك تصبح الأمور أفضل لما كيف يصير وضعه، إيش يتغير؟ بحكي لك انا بدي كذا وكذا وبدي اغير كذا، مثلا بدي اتخلص من عصبيتي هذه اللي كل يوم مش عارف ليش بمسك في زوجتي وببدا معها بكلام لطيف، فجأة بنصل لمشاكل وخبط وسب وبتروح عائلة. انت عرفت ايش اللي بده يغيره هنا بسؤالك هذا بالضبط، ومن هنا بدك تعرف بدقة وتحاول تتقصى المعلومات اللي هي ايش، ايش الافورت تو تشينج، ايش الجهود الا ان عملت عشان يعمل تغيير من قبل المريض، وايش الجهود اللي انت بدك تعملها، ايش بدك تغير في سلوكه، ايش بدك تطور في اسلوبه، ايش بدك تعمل في الكوبينج ميكانيزم عنده. طيب بدك تعرف كمان الافورت اللي هي versus successes، في ايش المجهودات اللي بذلها ونجحت وايش اللي فشلت، وايش انت كمعالج ومرشد بدك تعمل مع هذا المسترشد عشان انه نزيد نسبة النجاح. في نفس الوقت تتعرف على طريقة المريض الموديل تاعه في شرح المشاكل وتوضيحها، لانه يمكن يكون العيب في هذه النقطة انه هو لما بيجي يحكي على المشاكل. وأذكركم حكينا when you are talking about a problem please use I don't use you، حكينا لكم إنه لما بدك تحكي عن مشكلة ابدأ بأنا وما تبدأش بأنت، ما تستخدمش أسلوب أنت والإشارة إلى الطرف الآخر، لأنه إشارتك للطرف الآخر هي تهمة.
فيضطر الطرف الآخر إلى الدفاع عن ذاته بالهجوم. يعني كيف؟ إذا فاكرينها تكلمنا فيها في الصف الأيام الحلوة لما كنا نروح على الجامعة الجميلة، الجامعة الرائعة، جامعاتنا الموقرة، وكنا نجلس في الفصول الجميلة، كانت بين إيدينا أشياء جميلة على فكرة فقدناها. أروع جامعة في العالم الجامعة، للأمانة جامعتنا الإسراء رائعة جدا، ويا ما حكيت لكم وانتو كنتو معايا طبعا. لا نرجع للموضوع ما انتهش. النقطة اللي بنحكي فيها انه انت تعرفت على اسلوب المريض الاكسبلاناتوري موديل تبعه وهو بيشرح المشكلة. لما كان بيحكي معك في المقابلة هل طول الوقت بيشير للآخرين زوجتي هي ما هي كذا، ما هي بتجنني، ما هي ابصر ايش، ما هي بتطوعنيش، بيستخدم اسلوب الموديل تاعه انت يشير للآخر. وحكينا انه من اهم اساليب حل المشاكل انك عندما تتعرض لمشكلة سواء انت او الكلاينت ما تتكلمش باسلوب الانت، انك مجرد ما يشير لزوجته او انت تشير للشخص زميلك، انت كل ما بحكي معك بتنط لي ها اشرت له بتهمة ووترته، فطبعا هو بده يرد عليك بشكل عنيف زي ما حكيت. بينما هذه لغة الانت، لغة الانا كيف حكيناها؟ زميلي متضايق منه كل ما اتكلم بقطعني، ممكن انا اعرضها بطريقة الانا، احكي له ايش، والله انا طبيعتي صوتي منخفض بعرفش اعلي صوتي، ولما بحكي في حاجة وشخص بقاطعني وبتدخل بقى ابدا اشعر بتوتر، وبعدين بسكت فورا وبتوه مني الافكار وبصير مش عارف اكمل هذا. فبحب اخد فرصتي في الحكي، بستنى الناس تحكي زي ما بدها عشان اخد انا فرصتي في الحكي لمدة 5 دقائق. انت ما اشرتش لزميلك اطلاقا هنا، انما حكيت عن مشاعرك وما تشعر به اذا قوطعت في الكلام. فايش اللي بصير؟ هو بيلتقط، لانه الانسان بحبش، اي انسان بحبش يشار له بالبنان، فهو بشعر لازم انا اديله فرصة معناته اسكت شوية. نفس الشيء اذا كان هذا الشخص الموديل تاعه لما بتكلم مع زوجته، انا بضرب هنا امثل عشان توضح لكم، بتكلم مع زوجته كل ما عملت حاجة بيبدأ هو يحكي لها انتي كل يومين طلباني تروح اهلك، انتي لما عم بتأخر الغداء، انتي دايما يشير الها يوترها، فهي بتضطر بتدافع عن نفسها، مش قصدها تينه ولكن بتدافع، انا روحت من شهر، كيف شهر هداك اليوم رحتي، لا انا كده، بتبدأ تتوتر الامور بينهم. اذا من ضمن خططك العلاجية بدك تفهمه اسلوب الانا في حل المشاكل والحديث عن مشاعري وما أشعر به عندما يحدث الحدث الفلاني، وعدم الإشارة إلى الطرف الآخر من المشكلة وتوجيه اللوم والتوبيخ لأنه مؤذي. من ضمن النقاط اللي بدك تكون أنت قستها في هذه المقابلة هو تحدد specify readiness for change، بدك تحدد استعدادية هذا المريض وتقيسها وتصبر غورها. هذا المريض جايين مستعد انه يعمل تغيير وشعر انه يريد ان يغير 1 2 3 الصفات هذه او يعدلها او يحسنها، وانا دوري اني كمرشد اساعده في تعديل اسلوبه وسلوكه او تحسينه أو عند اللزوم تغييره بتوسيع مداركه في مجال التصرف. أعزائي الطالبات والطلبة، أرجو أن يكون قد أكرمني الله ووضحت لكم يعني الدرس، وإلى لقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.